الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس صباح اليوم السبت. وذكرت شرطة الاحتلال أن المشتبه به كان مسلحا بسكين عندما اقترب من أفراد الشرطة، مضيفة أن هوية المشتبه به ما تزال قيد التحري. وعززت قوات الاحتلال من إجراءات الأمن في القدس خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط قوبلت برفض فلسطيني قاطع بوصفها منحازة لإسرائيل انحيازا كاملا. انضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتوي. فهمي، إذا اعترف الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على هذا الفلسطيني ولكن لا معلومات عن هويته إلى غاية الآن، ما هي المعلومات التي رشحت لديك عن هذا القتل أو الاغتيال؟ نعم، يعني تم الإعلان قبل قليل نضال عن هوية الشاب الفلسطيني وهو ماهر زعاترة من بلدة جبل المكبر جنوبي القدس الشرقية، حيث داهمت قبل قليل الشرطة الإسرائيلية بيت منزل الشهيد في بلدة جبل المكبر وقامت باعتقال عائلته والتحقيق معها والاعتداء عليهم بالضرب في تلك المنطقة. يذكر أيضا على أن هنالك طوق عسكري وأمني إسرائيلي في المنافذ للمسجد الأقصى. نحن نتواجد نضال في مكان استشهاد ماهر زعاترة، حيث لم يمتثل بحسب الرواية الإسرائيلية لأوامر الشرطة الإسرائيلية بالوقوف للتحقيق معه واستمر للدخول. نرى أيضا الدورية الإسرائيلية الثابتة التي تتواجد عند باب الأصباط المؤدي إلى المسجد الأقصى. هذه الدورية قامت بإطلاق 20 رصاصة مباشرة تجاه جسده ما أرداه شهيدا في هذه المنطقة. يذكر أيضا على أن حالة من الاحتقان الشديد تسيطر على صورة المشهد في أعقاب استشهاد الشاب الفلسطيني من بلدة جبل المكبر. يوم أمس أيضا نضال كان هنالك اعتقال لفتاة فلسطينية زعم الاحتلال على أنها أرادت تنفيذ عملية طعن في جبل المكبر، وأيضا اعتقلت أفراد من عائلتها وتم نشر يعني السلاح الذي أرادت بزعم الاحتلال أن تنفذ به العملية، الأمر الذي يفنده الفلسطينيون جملة وتفصيلا، ويقولون على أن هذه رواية إسرائيلية بحتة في أعقاب الاحتقان الشديد في القدس والبلدة القديمة لإعلان عن صفقة القرن المنحازة كليا للإسرائيليين. حالة من الاحتقان الشديد تسيطر على صورة المشهد نضال حتى هذه اللحظة. شكرا لك فهمي شتوي مراسلنا من القدس.